بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الفرقة الأولى كلية تمريض جامعة بنها، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة أساسيات تمريض. المحاضرة بعنوان Rest and Sleep، اللي هي الراحة و Learning Objectives. أهداف المحاضرة دي: At the end of this lecture the student should be able to identify rest and sleep. نتعرف على ايه هو الريست وايه هو معنى السليب. Mention the importance of sleep، ايه اهمية النوم. List the physiological change during sleep، ايه هي التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل خلال فترة النوم. Describe the alternations in sleep pattern، نوصف ايه هي الاختلافات او التغيرات اللي ممكن تأثر على السليب. Discuss the factors affecting rest sleep and sleep، ايه هي العوامل اللي بتأثر على الراحة والنوم. Enumerate the effect of inadequate sleep، تأثير عدم أخذ قدر كافي من النوم على الجسم. Implementing nursing interventions for patients with sleep disturbance، ايه هي التدخلات التمريضية اللي بنقدمها للبيشنت، للمريض اللي هو بيحصل عنده اضطرابات في النوم. Introductions. Rest and sleep are a fundamental component of well-being. أخذ فترة راحة ونوم مهم جدا ومبدأ أساسي للصحة. All individuals require a certain period of calm and leisure activity so that his body can regain energy and rebuild steam. أي شخص فينا محتاج لقدر من الهدوء ومن إن هو يقلل النشاط بتاعه علشان يجدد الطاقة في جسمه ويحصل تجديد لخلايا جسمه. The need for rest and sleep varies according to age, development levels, health status, activity levels, and cultural norms. قدر الراحة وقدر النوم بيختلف على حسب الـ age اللي هو السن، developmental levels التطورات الجسمانية، health status الحالة الصحية، الاكتيفيتي ليفل قدر النشاط اللي بيستخدم طول اليوم، اند كالتشرز نورمال والثقافه بتاعتنا. مهم جدا نعرف ان في مجتمعات بتاخد ان موضوع الراحه والنوم ده رفاهيه، يعني ما ينفعش ان انا اريح او انام الا في وقت ما انا اكون ما عنديش اي شغل. وفي مجتمعات تانية بتقول ان بتعتقد دائما وعندها ثقافة بتقول ان مهم جدا الشخص لازم ياخد قدر من الراحة والنوم علشان يقدر يكمل ويمارس بقية حياته بعد كده. وقدر الراحة والنوم بيأثر على التركيز ويأثر على الاكتيفيتي، على النشاط اللي بيكمل طول اليوم وعلى القرارات اللي بيأخذها الشخص في اليوم. دي ثقافة البشر، يا اما الراحة دي او قدر النوم اللي انا باخده في اليوم ده ممكن يقل شويه او ياخد بس قدر بسيط علشان ده ترفيه بس. لكن الصح والمفروض ان الثقافه تبقى مع في معتقداتنا ان الراحه الريست والسليب دول مهمين جدا علشان هما اللي بيعملوا ريجين او بيعمل ريبيلدنج للانرجي، بيعمل اعاده تجديد الطاقه في الجسم، اعاده تجديد خلايا الجسم. ومهم جدا عشان نقدر نركز بعد كده في بقيه حياتنا لازم الشخص ياخد قدر من الراحه يوميا. طيب ديفينيشن اوف ريست، يلا تعالوا نعرف بقى ايه هو الريست وايه هو السليب. ديفينيشن اوف ريست: rest refer to state of relaxation and calmness both mental and physical. هو بيرجع لي حالة من الاسترخاء والهدوء للمنتل للعقل وللجسد. يبقى rest refer to state relaxation، حالة من الهدوء والاسترخاء لكل من الجسم والعقل. Definition of sleep refer to state of altered full consciousness during experience minimal
physical activity and general slowing of body physiological process. ناخد واحدة واحدة. حالة من altered في consciousness. consciousness اللي هي درجة الوعي، يعني altered يعني تأخير أو تقصير أو تقليل من درجة الوعي خلال minimal physical activity، إن أنا بيبقى عندي النشاط الجسدي قليل، مفيش نشاط جسدي، and general slowing of body physiological process. وكل الفسيولوجيكال بروسيس سواء كان ضغط، نبض، حراره، كل الفسيولوجيكال بروسيس، حركه امعاء، كل الفسيولوجيكال بروسيس اللي بتحصل داخل الجسم بيحصل فيها سلوينج، بتقل. تمام، وهنعرف بعد كده بعد شويه ايه هي التغيرات اللي بتحصل في الجسم خلال فتره السليب. طيب why we need sleep، ليه احنا بنحتاج ل قدر من الراحة والنوم. number one restore or resupply the body with energy. يبقى أنا restore إعادة أو إعادة إمداد الجسم بالطاقة. repair the muscle tissue. بيبدأ يحصل إيه؟ إعادة لبناء المسل تيشو، إن هي يحصل لها ترميم. يعني لو في مسل تيشو حصل لها إنجري، حصل لها جروح، أو إن هي ديسترويد اتهتكت، بيحصل فيها ريبير في خلال فترات الراحة. مهم جدا يا جماعة إن أنا أفهم إيه ليه أنا بحتاج للسليب. نمبر 3 ريستورينج المينتال إنرجي. ريستور إعادة طاقة الذهنية. يبقى لما الشخص يكون مستهلك ذهنيا، تعبان جدا ذهنيا، بيفكر كتير جدا وعايز يحصل تاني واستهلك من كتر التفكير ده، وعايز يعمل ريستور عادة للانرجي بتاعت المنتال دي، يبقى لازم ياخد قسط من الراحة. يبقى ريستور المنتال انرجي. بوستنج means strength support help الاميون سيستم. بوستنج اللي هي تعزيز او تقويه او مساعده الاميون سيستم. يبقى الاميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي بتاعي بيحصل له تقويه وتعزيز خلال فترات النوم. ريجوليت الهرمونز ذات بلاي ا رول ان ابيتايت. ريجوليت يعني بينظم الهرمونات اللي هي لها دور وبتلعب دور في تحسين الابيتايت الشهي. امبروف الموفمنت اند كوردينيشن، بتحسن الكوردينيشنز التنظيم بتاع الحركه، يعني حركته تبقى سليمه ومنظمه. امبروف المودز اللي هو المزاج، اللي هي ستيت اوف مايند اور فيلينج، اللي هي حاله العقل والمشاعر. يبقى احنا عرفنا ان اهميه النوم، اول حاجه ريستور للبودي انرجي، ريبير للمسلز تيشو، ريستورنج للمنتال انرجي، بوستنج او سترينسنج او سبورتنج اور هيلب الاميون سيستم، وريجوليت الهرمونز ذات بلاي بتحسن الابيتايت، امبروف الموفمنت اند كوردينيشنز، وامبروف المودلز. ده بالنسبه لاهميه السليب، تحسين الطاقه بتاعه الجسم، إعادة بناء الخلايا، إعادة الطاقة الذهنية، تحسين وتعزيز تقوية الجهاز المناعي، تنظيم الهرمونات في الجسم وخاصة هرمونات الشهية، بتحسن وتنظم الحركة بتاعة الشخص، الأكتيفيتي بتاعته، النشاطات بتاعته بتحسنها وبتنظمها. آخر حاجة اللي هي بتحسين الحالة المزاجية والحالة الشعورية بالنسبة للشخص. دي أهمية السليب أو ليه إحنا بنحتاج للسليب. بعد كده هنتكلم على مين هو المسؤول في الجسم على تنظيم وقت النوم في الجسم. المسؤول عن الريجوليت للسليب هو الهايبوثالامس. والهايبوثالامس في جزء فيه بيسمى البيولوجيكال كلوك. البيولوجيكال كلوك اللي هي الساعة البيولوجية بتاعة الجسم. ايه الساعة البيولوجية بتاعة الجسم دي؟ تلاحظ الشخص في وقت معين بيحس انه عايز ينام، بيبقى
عنده رغبة في إن هو يبتدي يحصل له سليب، ينام. مين اللي بيقول كده أو مين اللي بيديله الشعور ده؟ اللي هو الهايبوثالامس، لأن الساعة البيولوجية بتاعتنا بتشتغل وبتبقى قوية في وقتين، وقت معين في للنوم ووقت معين للاستيقاظ. الوقت المعين من النوم ده ان هو في وقتين اتنين مهمين جدا، اللي هو ساعة الظهيرة وفي الليل. دولت وقتين الساعة البيولوجية بتشتغل فيهم. يعني الشخص ممكن يبقى قوي في ساعة الظهيرة ده، يبقى عنده رغبة قوية جدا في النوم. ده بيولوجيكال كلوك، ده ساعة بيولوجية بتقول ان ده مفروض في لازم وقت في الوقت ده راحة، ماشي، اللي هي اللي بيسموها القيلولة، ماشي. وطبعا في الليل اللي هي وقت الراحة، النوم القصير، ماشي. ده بالنسبة للريجوليشنز بتاع السليب عن طريق الهايبوثالامس. طيب what is the physiological changes during sleep؟ ايه هي التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل في جسم الإنسان خلال فترة النوم؟ number one metabolic rate decrease. ميتابوليك ريت اللي هو معدل الريد الغذائي بيحصل له ايه؟ ديكريز، بي ال. طيب هارت ريت ديكريز، الهارت ريت اللي هو نبض القلب بيحصل له ديكريز، بي ال. جاستريك اسيد سيكريشنز ديكريز، العصارة المعدية يحصل لها ديكريز. يبقى احنا عندنا ديكريز في الميتابوليك ريت، ديكريز في الهارت ريت، ديكريز في الاسيد اسيد الجاستريك اسيد سيكريشنز. بعد كده انكريز الجروس هرمون، انكريز الجروس هرمون جي اتش معناها جروس هرمون. ايه جروس هرمون ده؟ الهرمون المسؤول عن النمو بيحصل له في خلال فتره النوم ايه؟ انكريز. ايه تاني؟ برولاكتين انكريز. ايه هو برولاكتين؟ برولاكتين هو ده هرمون مسؤول عن افراز اللبن في الفيميلز، الست اللي هي عندها طفل وبترضع، اسمه برولاكتين هرمون، بيزيد في الفتره دي. جي اي تي انتستين موتاليتي ديكريز، الانتستين موتاليتي حركه الامعاء بيحصل لها ديكريز، ماشي. يورينري اوت بوت ديكريز، يورينري اوت بوت اللي هو اخراج كميه البول بيحصل لها ديكريز. يبقى احنا عندنا حاجات كتير قوي بيحصل لها ديكريز، الميتابوليك ريت بيحصل له ديكريز، هارت ريت بيحصل له ديكريز، جاستريك اسيد سيكريشن بيحصل لها ديكريز، الجاستريك موتاليتي يحصل لها ديكريز، اليورينري اوت بوت بيحصل له ديكريز. ايه اللي بيحصل له انكريز في فتره النوم؟ اللي بيحصل له زياده في فتره النوم انكريز الجي اي تي الجروس هرمون بيحصل له انكريز، الهرمون النمو بيحصل له انكريز، والبرولاكتين بيحصل لهم. مهم قوي يا جماعه لازم نعرف كده. يعني الشخص اللي هو بيبقى والطفل اللي هو نموه قليل قوي لازم نفتش قوي في حته النوم، هو بينام قد ايه، بينام عدد ساعات قد ايه، وبينام امتى بالظبط. يا ترى في خلل في وقت النوم بالنسبه له ولا لا؟ في اطفال كتير دلوقتي في وقتنا الحديث بيحصل لهم ايه، بيعملوا ايه زي اهاليهم، بيناموا بالنهار وبيصحوا بالليل. ده حصل destruction، حصل فيه alternation، تغيير في النمو بتاعه نتيجة ان حصل ان الجروس هرمون بتاعه اللي المفروض يفرز في وقت النوم اللي هو وقت الليل ابتدى يقل، تمام. فبالتالي هيحصل change او بيحصل تغيير في النمو بتاعه نتيجة انه طبعا غير نمط حياته. يبقى ده الاشياء او الفيسيولوجيكال تشينج اللي هي بتحصل في خلال فترة الالترنيشنز، التغيرات اللي ممكن تحصل في السليب طريقة. طيب فاكتور ذات افكتنج ريست اند سليب، ايه هي العوامل اللي بتأثر على فترات الراحة والنوم؟ نمبر 1 ديجري اوف كومفورت، degree of comfort اللي هي درجة الراحة، ومهم جدا. يعني الشخص لو مثلا مش مرتاح نفسيا وجسديا عمره ما هيقدر ياخد قسط كافي من النوم. لو حد عنده بين، لو حد عنده مشاكل نفسية
بيبقى لما بيجي بينام ما بياخدش قسط من الراحة كويس جدا، بيقوم بسرعة، بياخد وقت علشان على ما يروح في النوم. دي رقم واحد. بيبقى مثلا عنده ألم، بياخد وقت جدا على ما، وممكن ما يعرفش ينام خالص. ماشي، عنده مشاكل نفسية، مثلا عنده مشاكل مع حد من زمايله، حد من البيت، طبعا بياخد وقت على ما بينام. برضو بيفضل دماغه بتفكر فترة طويلة، ده اسمه degree of comfort. anxiety، شخص متضايق من شيء معين، بيحصل ريستلسنس وبودي اند مايند انترفير، يعني العقل بتاعه بيقاومه على انه ما ينامش. يبقى ريستلسنس بودي اند مايند انترفير ويز ابيليتي تو سليب. anxiety related to work pressures، يعني الشخص اللي هو عنده ضغط عمل مثلا، مبيبقاش عارف ينام كويس. family demand، يعني demand اللي هي متطلبات البيت، او ان هو ست مثلا وعندها طفل لازم تقوم تدخله، ولازم عندها الطفل تعبان والكلام ده. طبعا دي كلها حاجات stressors بتأثر على قدرتها على القدرة على النوم. environment، البيئة اللي حواليك، لو في لايتنج، إضاءة قوي، إضاءة شديدة مثلا، درجة حرارة عالية، روايح مش كويسة، التنفس والتغيرات الهواء، نويز انفايرمنت، الضوضاء الكتيرة في الجو اللي حواليك، ده كله بتأثر على الريست والسليب. لايف ستايلز، نمط الحياة، نمط الحياة السريع، وإن في ناس مغيرة نمط حياتها، نومها من بتشتغل بالليل وبتنام بالنهار، ده كله بيأثر على حالة الاسترخاء، وبتعمل استريسور على الجسم، وعدم القدرة على إن هو يبقى عنده ريلاكسيشنز في وقت الراحة أو الدايت. الطعام او الاكل اللي احنا بناخده بيأثر جامد. لو انت واكل مثلا حاجة هيفي ميلز مثلا، فيها كمية دهون كبيرة، فبتاخد وقت انها تتهدم، وكمان بتتعب المعدة، فبالتالي ده ممكن يأثر على النوم. لا يمكن حد يكون اكل اكلة دسمة جدا ويخش ينام بالراحة، لازم هيبقى متضايق ومخنوق ومعدته تعباه، لانه مش هينفع. لان مفترض ان انا بخش انام، حالة الجاستريك بتاعتي، عارفين ان الامعاء والسكريشنز اللي في المعدة بتبتدي تقل مع اكلة دسمة، يبقى كده هتفضل المعدة تعبانة، لان فيها فود ومش بيتهدم، مش مهضوم، فبالتالي هتبقى انت تعبان، ويبقى في عندك مشكله في الاسترخاء. الناس اللي بتاخد كافيين كتير، اللي بتشرب شاي كتير، بتشرب قهوه كتير، اللي بتاخد نسبه شوكولاته وكولز وحاجات ساقعه، كل دي بتاثر على درجه الاسترخاء في الجسم. drug and other substance، الناس اللي هي بتاخد زي نيكوتين، بتاخد بتشرب كحول، بتدخن كتير، بتشرب كحوليات، طبعا الحاجات دي اصلا بتعمل تنبيه، فبالتالي هي بتبقى انترفير، بتتعارض مع الاحساس بالنوم والاسترخاء، وبتقفل المجال على الهرمونز اللي هي بتحاول ان هي تعمل لك عمليه الاسترخاء. طيب بعد كده الكالتشرز اند نورمز. كالتشرز طبعا الثقافه بتاعتنا ان احنا مثلا نسهر، ممكن نسهر طول الليل وننام بالنهار. الثقافه بتاعتنا ان احنا ننام عدد ساعات كتيره، علشان طبعا الجسم، يعني في ناس ثقافتها ان لازم نوم من الساعه 10 بالليل، ما ينفعش ازود عن كده، ما ينفعش اسهر، ده خلاص ده قانون في البيت، عارفين خلاص كل جسمي، كل الناس بيحصل لهم هدوء في المرحلة دي، كله نوم في الوقت ده. ماشي، ده كده، ده ناس كده، وفي ناس تقول لك لا، كل واحد براحته، اللي مش عايز ينام ما ينامش براحته، لان دي قدرات، او دي براحة الشخص نفسه، حاسس ان عايز ينام يخش ينام. فطبعا الثقافة بتاعتنا والإحساس المجتمع اللي أنا فيه بأهمية النوم ولا مش أهمية النوم، النوم ده مش حاجة مهمة، ده بتلعب دور كتير جدا في التأثير على حالة الريست والسليب. لايف سبان كونسيدريشنز، لايف سبان كونسيدريشنز اللي هي الوقت الافتراضي للنوم. خد بالك ان احنا كلنا بنأدي حوالي تلت عمرنا في النوم، ومهم جدا ان احنا عارفين ان النوم ده مهم جدا في حياتنا.
طيب اللايف سبان بتاعتنا او النوم بتاعنا يكون ازاي، او عدد ساعات النوم بتاعتنا تكون قد ايه؟ هي بتختلف، قلنا من في الاول انها بتختلف على حسب الايج. لو قلنا على حسب الايج، النيو بورن او الشخص اللي هو الطفل اللي هو في عمر شهرين بينام حوالي 18 ساعة، من 12 ساعة ل 18 ساعة نوم. لما بيكبر شوية ممكن تقل 14 ل 15 ساعة، وطبعا كل ما بيكبر بيقل عدد ساعات الاحتياج إلى النوم لغاية ما يوصل من 7 ل 9 ساعات في الشخص الأدلت. يعني الشخص الأدلت كفاية عليه قوي من 7 ل 9 ساعات علشان ياخد كفايته من الاسترخاء والنوم. بعد كده illness or hospitalizations، النوم والمرض والهوسبيتاليزيشن، الاستمرار في وجود الشخص في المستشفى بيعمل له طبعا sleep disturbance وبيأثر على وقت النوم عنده. ليه؟ لأن الشخص دوت أول حاجة عنده physical emotional pain، يعني في عنده ألم، هو جاي المستشفى مش جاي المستشفى، او عنده الم وعنده مرض، فبالتالي هيأثر على النوم، هيأثر على اول حاجه بتأثر بيها هو النوم، ما يعرفش ينام كويس. لو حد عنده اي الم حتى لو الم في السنين، من اكثر الالم اللي ممكن تنام طول ما انت حاسس بالالم. loss of familiar surround، طبعا يعني احنا في النوم بنبقى نايمين وعارفين ان ماما وبابا واخواتي نايمين معانا، لكن الشخص اللي بيبقى في المستشفى ده في ناس غريبه معاه في نفس المكان، فبالتالي طبعا قدرته على الاسترخاء بتبقى قليله. loss of routine، يعني هو متعود على انه بينام الساعه 10، لا في عندك ما بقاش في الروتين ده، اتكسر. بينام الساعه 12، الروتين ده اتكسر خلاص، ما بقى في اوقات كده مختلفه للنوم. fear of unknown، طبعا الشخص اللي في المستشفى ده حاجات كتير قوي مش عارفها، وحاجات كتير مش فاهمها، ودماغه بقى فيها كذا 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 معتقدات، وفي حاجات خايف منها، فبالتالي مش هيقدر ينام. time of procedures and treatment، الوقت العلاج اللي بياخده الساعة 12 بالليل، بياخده الساعة 2 بالليل، طبعا ده بيعمل له interruptions في النوم، وبالتالي طبعا ده بيسبب له sleep disturbance. noise levels، القدر الضوضاء اللي بيعمله نتيجة الوجود في المكان دوت، وخصوصا لو هو مش عارف الضوضاء دي بسبب ايه، كمان حاجة مش طبيعية ماشي، فدي طبعا برضو بتعمل له disturbance. و loss of privacy، يعني كل واحد فينا مثلا معتاد ان هو بينام على سريره والأوضة بتاعته الباب مقفول عليه، فبالتالي لما يحصل interruptions في الجزء ده ويحصل كسر في الروتين ده طبعا، ويبقى فيه loss of privacy، الشخص دوت اي حد شايفه هو نايم، فبالتالي هو مش نايم باسترخاء. طيب ال effect of inadequate sleep، لما انا ما اخدش قسط كافي من النوم ايه اللي بيحصل في جسمي؟ ناخدها من على اليمين كده، ايه اللي بيحصل؟ increase في الهارت ريت variability، يعني ايه؟ يعني زياده في في الهارت ريت والريزم بتاعي، فبالتالي بيحصل فيه disruptions. risk of heart disease، طبعا مع طول المده ممكن يبقى الشخص ده عنده قابلية ان يحصل له heart disease. طيب decrease في reactions time and accuracy، الشخص ده بيبقى عنده نوع من عدم القدرة على الاستجابة السريعة للكلام، وممكن لما انت تسأله سؤال يرد عليك بسؤال بإجابة مختلفة خالص لانه هو مش مركز. tremors، رعشة، يعني هتلاقي الشخص ده عنده تريمورز في ايديه في عينيه، لانه فعلا بجد ما خدش جسمه ما استريحش، فبالتالي هتلاقي في الموفمنت والكوردينيشن بتاعت الموفمنت ابتدى يحصل فيها ديستربشنز، وابتدت يحصل فيها الترنيشنز. اكس يعني بين بقى في كل مكان، سواء كان عنده صداع، سواء كان عنده الم في جسده، هي المهم ان هو يحصل له اكس بينز. ايه تاني اللي ممكن يحصل؟ جروس سابريشنز، النمو بتاعه يبتدي يحصل له ايه؟ يقل. ريسك اوف اوبيزيتي، يحصل يتكون الدهون في جسمه اكتر، لان عمليه الحرق اللي بتحصل في الفتره دي
كتير جدا. ان طبعا في لو احنا قلنا مثلا، لو تفتكروا قلنا ان الفسيولوجي التشو ريبير بيحصل في ده، التشو ريبير ده بيستهلك قدر من من الطاقة في الجسم. فطبعا تراكم الدهون وتراكم الطاقة في الجسم، فبالتالي يحصل عندي اوبيز، ديكريز التمبريتشر، درجة الحرارة بتاعة الجسم بتبتدي تقل. بعد كده في عندي ريتابيليتي، الريتابيليتي اللي هي الأرق وعدم التنسيق. كوجنيتيف امبيرمنت، كوجنيتيف اللي هو العقل يحصل فيه امبيرمنت، نقص في التفكير بيبتدي. الميموري ريلابس، ميموري لابسز اور لوس، الذاكرة بتبتدي تقل، يعني ما تبقاش قادر تفتكر الحاجات اللي هي حصلت قريبة جدا، ده مش قادر يفتكرها كويس، لأن في فترة النوم بتبتدي العقل يشتغل ويعمل الذاكرة ويخزن المعلومات. طبعا مفيش نوم كويس، فبالتالي المعلومات دي بتبتدي تتطاير واحدة واحدة، ويبتدي هو الشخص ينساها. بعد كده impaired في المورال جادجمنت، المورال اللي هي الحالة المزاجية، وإن هو قدرته على الحكم في المواقف بتبتدي يحصل لها في impairment، تقل وتنقص. سيفير يونج، يونج دي ليها تتاوب، بيبتدي يتتاوب كتير جدا في الوقت، في عدد ساعات كتير قوي يفضل بيتتاوب. هلوسينيشنز، هلوسينيشنز اللي هي الهلوسة، يبتدي يهلوس وما بيبقاش عقله مركز. سيمتومز امبيرد في الاميون سيستم، امبيرد في الاميون سيستم اللي هو يحصل ان الجهاز المناعي بتاع الجسم يقل. ريسك اوف ايه، اوف دايابيتس، اوف دايابيتيك تايبس 1 تايبس 2، يبقى الدايابيتس اللي هو الشخص ده بيبقى معرض قوي ان هو يحصل له يجيله اعراض من اعراض السكر، وخصوصا تايب 2، وتايب 2 ده اللي هو نتيجه ديفيشنسي في الانسولين، يبتدي يحصل فيه ريسك، او يبتدي يكون زيادة في حدوث، نسبة زيادة في حدوث السكر. ده الـ effect of inadequate sleep. نقول تاني، يبقى لو خدنا من الـ most common problems ممكن تحصل للشخص ده، increase في الـ heart rate، ده حاجة طبعا احنا قايلين ان هو لما يحصل في السليب بيحصل ديكريس في الهارت ريت، لا طبعا ده مش هينام، بيحصل فيه انكريس في الهارت ريت، وانكريس في الهارت ريت دوت يعمل لي بعد كده مشاكل في الهارت كتير. بعد كده ديكريس في الرياكشنز واكينج، يبقى الرياكشن بتاعه ما بيبقى ما مش قدرته على الاستجابه بتبقى سريعه، لا بيحصل فيها ديكريس. اكس يحصل فيه بين، يقول لك جسمي كله بيوجعني بالمثل كده، يعني جسمي كله وجعني، ما انت مش قادر يحدد ليه، لان حصل اكس الام. جروس هرمون بيبتدي يقل، يبقى جروس سبريشنز، مرحلة النمو او قدرته على النمو، النمو الجسدي بتبتدي تقل. كمان الريسك اوف اوبيزيتي، الشخص ده يبقى معرض او ان يحصل له سمنة، ماشي. اريتابيليتي، يبقى عنده اريتابيليتي كده دايما ريتابول، وعنده حالة من التوتر الدائم. كوجنيتيف امبيرمنت، مش مركز، بينسى كتير. ميموري لوس، مورال جادجمنت امبيرمنت، يبقى عنده مش مزاجه مش كويس على طول، ومش قادر ياخد قرار. ممكن يحصل له هالوسينيشنز، امبيرد في الاميون سيستمز، واخر حاجه ممكن يحصل ريسك في دايابيتس ميليتس، يحصل له دايابيتس ميليتس. ده بالنسبة للأجزاء أو المشاكل اللي ممكن تحصل للشخص لما يحصل له sleep disturbance. طب لو حصل sleep disturbance أنا أقدر أعمل إيه كنيرسينج مانجمنت؟ نمبر 1 assessment، أي مشكلة أي problems بالنسبة ليا كنيرس لازم أول حاجة هعملها إيه؟ assessment، collection of data، أجمع الداتا بتاعتي. في الassessment لازم اعرف اعمل complete physical assessment of patient is assessed using a other subjective and objective data، يبقى انا لازم اعرف كل الداتا اللي تخص موضوع sleep disturbance، هو ما بينامش كويس ليه، انت ايه المشاكل او ايه الحاجات اللي انت هتوصل بيها
عدم قدرته على النوم دي ايه اسبابها. Physical assessment may be referred to some data that it can suggest sleep disorders. اللي في الاخر ممكن تعمل لي توصلني ان في عندي sleep disorder. Some of these data can include deviated of nasal symptoms. ممكن يكون عنده مشكلة جسدية بتمنع النوم، زي مثلا ان يحصل دايفيتد للنزل سيبتم اللي هو فتحات الانف دي فيها مشكلة، فيها خلل، فبالتالي هي اللي مش قادرة مثلا ياخد نفسه كويس مثلا، فهي ايه اللي مسببه له السليب ديستربنس. اللارجت في التونسلز في الجزء اللي هو بتاع الحلق ده، ووجوده في اللوز لو فيها اي enlargement، فيها اي dilatation، فيها تضخم مثلا، ممكن تسبب لي برضو sleep disturbance. الاوبيزيتي لو الشخص ده اوبيز، شخص اوبيز مش قادر ياخد نفسه كويس، مش قادر يتحرك، بس ينام باسترخاء في السرير، النومه بتاعته مش مريحه، فبالتالي ممكن يبقى عنده sleep disturbance. كل دي ممكن تعمل لي sleep disturbance. كمان اعمل ريفيو مع الكلاينت ريبورت اباوت زير سليب، يا ترى هو الوقت اللي بينامه قد ايه، ماشي، يا ترى هو بيعمل اكسرسايز في اليوم عشان بعد كده تعمل له حاله من الاسترخاء، ايه هو، هل هو بينام بالنهار مثلا كتير عشان كده مش عارف ينام بالليل. لازم اعرف هو طريقه السليب باترن بتاعته ايه، هو بينام قد ايه مثلا، يا ترى بينام مثلا، ممكن ينام الشخص مثلا يكون بينام بالنهار 3 4 ساعات. طب الشخص اللي بينام 3 4 ساعات بالنهار هيبقى عنده القدره انه ينام بالليل كويس؟ لا طبعا، ماشي. فطبعا هعرف من الداتا، هجمع الداتا اللي هي ترشد لي هو ايه مشكلته او ايه البروبلمز اللي مخليه له عامله له سليب ديستربنس. كومبوزيشنز في الباترن لايك تو الكحول، يعني الشخص اللي هو بياخد الكحول مثلا، بيشرب سيجارت كتير مثلا قبل ما ينام، يعني بيشرب كحوليات او بيشرب سجاير وقبل ما ينام، فطبعا دي هتعمل له ديسربشنز وما تخليهوش ينام كويس. بعد كده ممكن اعمل دايجنوستيك تيست. الدايجنوستيك تيست دي بتوضح لي المشكله فين مع السليب باترن. اول حاجه بولي سونوجرافي. بولي سونوجرافي which done in a sleep centers، بتتعمل في مراكز مخصصة لمراكز اكتشاف سبب السليب ديستربنس، وبيعملها الريسبيراتوري ثيرابيست اللي هو بتاع العلاج الطبيعي، شخص العلاج الطبيعي اللي هو خاص بالريسبيراتوري سيستم، ويوز تو ديجنوز السليب ديستربنس. ده بالنسبة للشخص ده. وعلى فكرة البوليسونوجرافي ده بيتعمل للشخص اللي هو بيعاني من سليب ابني اكتر حاجة. تاني حاجة اللي هو ان الكتروسيفالوجرام ده measures and displays the brain waves. ده بيتعمل علشان بيرسم لي الويفز الويفز اللي هي داخل جهاز داخل المخ، وبيحدد لي الويفز او الهرمونز اللي هي بتفرز علشان الشخص يحس ان هو احساسه بالنوم. قال الكترو اوكيولوجرام. اوكيولو معناها جايه من الاي او الاوفثالموس، يعني الاي او العين. ده بيعمل ميجرز للاي موفمنت خلال فترات النوم. قال الكترومايوجرام تو ميجر الماسكولار موفمنت، بيقيم حركة المسلز خلال فترات النوم. تو دايجنوز ذيس دايجنوستيك تيست ان كومباينيشنز ويز بالس اوكسيمترز اند الكتروجرام. يبقى الحاجات دي بتتعمل مع كمان البالس اوكسيمترز. البالس اوكسيمتر ده اللي هو بيقيس لي درجة تشبع الجسم أو الخلايا بالأكسجين، والإلكتروجرام ده جهاز رسم القلب عشان يعرف لي الرسم القلب أو درجات، هل القلب بيبقى منتظم في نبضاته وفي الكونتراكشنز بتاعته خلال فترات النوم ولا لأ. Are used to assess the client to sleep disorders.
زي مثلا الناس اللي عندها سليب ابنيا، طبعا دولت لازم نحل لهم مشكله، ان يعني المشكله بتاعت السليب ابنيا دي تبقى راجعه ل فسيولوجيكال تشينج او فسيولوجيكال ديستربنس في الجسم. الشخص ده عنده مشكله في خلايا المخ، او عنده مشكله في الغده الدرقيه. عن المشكله بتبقى مشكله اكتر منها جسمانيه اكتر ما يكون نفسيه، وهي دي اللي عامله له مشكله السليب. كتير في النيرسينج دايجنوز اهو انسومنيا ريليتد تو انكزايتي، انسومنيا ريليتد تو ديستربنس في الاماونت والكواليتي اوف في السليب، انسومنيا ريليتد تو بين. ده كتير جدا بيتكلم عن الانسومنيا. لو انا عندي انسومنيا، الشخص ده نحل المشكله بتاعته ده. نمبر 1 استابليش اند adherent تو ريجولار بيد روتين، ابقى شخص عنده روتين بينام الساعة 10 كل يوم. لازم خلاص أنظم الساعة البيولوجية بتاعتي بحيث إن أنا لازم أخش السرير وأنام وأسترخي على السرير الساعة 10. خلاص أنا كده عودت الساعة البيولوجية على الوقت ده، ماشي. بعد كده the avoidance of alcohol and exercise prior to noon، ان انا اتجنب ان انا الشخص اللي مثلا بياخد كحوليات، بيشرب سجاير، بيشرب اي كافيين، بيشرب شاي، الكلام ده كله ما ينفعش قبل النوم. كمان الشخص ده يعمل اكسرسايز، ما ينفعش قبل النوم مباشره اعمل اكسرسايز، لان بيبقى في حاله من الاكتيفيتي في ماسلز موفمنت، ما ينفعش هتخش بعديها على السرير. لا، لازم يبقى فيه تدرج، لازم يبقى فيه ريلاكسيشنز، وبيبقى فيه ريست، وبعد الريست ده يعقبها بعد كده السليب. بعد كده يوزنج البيد فور سليب اونلي، نوت فور واتشنج تي في تلفزيون، واتشنج موبايل، اور دوينج ورك، ان انا اقعد اشتغل، اقعد امسك اللاب او امسك اذاكر وانا نايم على السرير. لا، ما ينفعش، السرير للنوم فقط. بعد كده ذا يوز of stress and relaxation technique. الريلاكسيشن تكنيك حلوه قوي ان انا اعملها، ان انا استرخي. وريلاكسيشن بقى بحاجات كتيره جدا، يعني الشخص اللي مثلا بياخد شاور دافي وبيعمل حاله من الريلاكسيشن اللي جسمه ده حلو جدا، بيساعد على الريلاكسيشن. الناس اللي بتحاول تعمل مساج في جسمها علشان يحصل فيها نوع من الاسترخاء، يعني يحصل لها نوع من الاسترخاء على ايه وقبل النوم. arising from bed if sleep induction doesn't okay، يعني لو انا ما حصليش بدايات النوم كده وابتديت انام، ما ينفعش افضل نايم على السرير، مش هنام. يبقى انا اقوم من على السرير خالص وكده احاول احل المشكله اللي انا حاسس بيها. يعني لو انا عندي بين، ما ينفعش افضل نايم على السرير ومستني البين ده يخلص. لا، ده البين مش هيخلص، البين بيزيد. يبقى لازم اقوم احل المشكله، انا ليه مش عارفه انام، مش عارفه انام ليه. فلازم اعمل ايه، احاول اقوم واتصرف المشكله دي، ما افضلش نايم على السرير وبس. بعد كده the corrections of any assessed sleep disorders، لو في عندي اي ديس اوردرز نتيجه عامله لي الانسومنيا دي، لازم هبتدي احلها. avoidance of caffeine and heavy meals، اتجنب شرب الكافيين وشرب واكل وجبات دسمه قبل النوم. مجرد بس لو انت عايز تعمل نوع من الاسترخاء، انك انت تشرب كوبايه لبن دافيه هيحصل فيه استرخاء، لكن ما ينفعش تشرب شاي، ده الشاي فيه كافيين اصلا، هيعمل بيعمل اروز اصلا، بيعمل حاله من الفوقان، ماشي. medications to promote sleep، في ناس بتستعمل طبعا الميديكيشن عشان تحاول ان هي تحسن السليب وتخش في النوم، وده طبعا ما ينفعش يبقى متواصل على طول، لازم ده بيبقى لفتره قليله، وبتدي مفترض ان انت تحاول تقلل من الحاجات دي، لان الحاجات دي خطر جدا. ده بالنسبه للانسوميا. بعد كده هايبرسوميا، احنا قلنا هايبرسوميا اللي هي ايه، انكريز للسليب تايم، وخصوصا في فترات الدي تايم، انك انت فترات اليوم ساعات النهار تنام كتير. وعادة في هايبرسوميا ده بيبقى المشكلة بتاعتها مشكلة فيسيولوجية اكتر، هتلاقي مثلا في سبب مثلا زي فيزيكال كوزز، زي مثلا هايبوثايروديزم ممكن تبقى موجودة، لازم تحل المشكلة بتاع دي، او في مشكلة في
الهايبوثالاموس او الهرمونز اوف هايبوثالاموس، فبالتالي هي اللي عامله الهايبرسوميا يعني. فطبعا دي لازم تتحل. بعد كده الناركوبلاسي زيها بالظبط زي الهايبرسوميا، بيقول ان الكيميكال هايبوكرياتين، الكيميكال هايبوكرياتين هرمونز، دي المواد الكيماويه اللي الهرمونز اللي هي بتساعد على الاسترخاء اللي بيفرزها الهايبوثالاموس او بيفرزها البرين، دي بتكون قليله، وعدم وجودها طبعا ما بيعملش ريجوليت للسليب باتر، فبالتالي هتلاقي يحصل فيه سليب ديستربنس، والشخص ده يعني يحصل عنده ايه ليد تو سليب ات اداي تايم. تمام، فبالتالي لازم نحس ان نعرف المشكله دي اصلا جايه منين. إيه؟ طيب سو زي كان اولسو تريت ذا سنترال نيرف سيستم ستيمولايشن ميديكيشن، عشان كده ممكن نستخدم الميديكيشنز علشان نحسن نحسن احساس بالنوم او وجود نوع من الاسترخاء، زي مثلا الامفيترامين والانتي ديبريسنت، ووجود الانتي ديبريسنت عشان تو كنترول سليب ديس اوردرز اند اتس افكت. يعني الشخص ده ممكن يستعين بالميديكيشنز اللي هو بينام فترات طويلة دي في النهار علشان خاطر يعمل يخطي المشكله دي ويعرف لغايه ما يعرف سببها. زي ايه؟ زي الانتي ديبريسنت ده. الانتي ديبريسنت دوت بيحاول ان هو يقلل من السليب او الهايبر. طيب باراسومنيا، الباراسومنيا اللي هي ايه؟ الباراسومنيا يا ولاد احنا قلنا اللي هو الحركه اثناء اثناء النوم، والباراسومنيا زي مثلا اللي بيحصل له حركه في الموفمنت اللي بيتكلم دوت كان تريتد باي دنتال، اللي بيتحرك كتير في ناس اللي هي بتحصل لها البروكسيزم دوت اللي هو بيعمل بيحرك بي 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 بيخ... الأسنان بتاعته بتحتك بعضها في وهو نايم، يعني اللي هو بيقعد يجز على أسنانه، اللي هو بيحرك سنانه كتير وهو نايم، وده طبعا دي فيها مشكلة لأنه ممكن يأثر على الدنتال بتاعته الأسنان بتاعته، فبالتالي الشخص ده محتاج ياخد حاجات تقلل الاسترس علشان وتعمل نوع من المسلز ريلاكسيشنز عشان يقلل الجزء ده، لانه طبعا هيأثر عليه جامد. ماشي. بعد كده النوكتورنال نيوريسيس، النوكتورنال نيوريسيس اللي هو الشخص اللي بيحصل له ويت بالاطفال اللي هي المستقيمه مع الاطفال، بيحصل لهم اللي هم نكترنا اللي هم بيعملوا حمام بالليل دولت وهم مش حاسين، فطبعا دي لازم بياخد بعض الادويه علشان تقلل المشكله ديت. وفي ناس طبعا في عندها اللي هي ويت الارم، لما بيبقى في احساس بانه هيعمل حمام فعلا بيديله الارم، وبالتالي بتعمل تريتمنت، بنعمل تريتمنت للمشكله دي. لو سليب ووكينج، الناس اللي هي بتمشي وهي نايمه، دي كان بنعمل لها ايه؟ سليب هايجين بروجرام تو ديكريز السليب ديفريشنز، يعني ايه؟ بنحاول يعملوا لها برنامج علشان يقللوا المسلز اكتيفيتي خلال فترات النوم، والشخص ده طبعا المفروض ان هو يقلل من اي شيء بيعمل له ستيميليشنز ليه اكتيفيتي بالنهار، يعني ما يشربش مثلا سجاير كتير، ما يشربش شاي كتير، يبعد عن حاجات اللي هي الكحولات علشان دي بتساعد اكتر على الحركه خلال فترات النوم. بريودك لامب موفمنت، الناس اللي بتمشي مش الناس اللي بتتحرك وهي على السرير، يعني بيحرك رجليه كتير وبيقعد يتحرك كتير في السرير وعنده ريستلسنس سيندروم كان تريتد ويز كوركشنز اوف اندرلاينج ديس اوردر زي البريفرال نيوروباسي. في عند الشخص ده اصلا ما بيحسش بنفسه وهو بيحرك نفسه، يعني تلاقي رجليه بتتحرك يمين وشمال وكده، هو مش حاسس بده، هو عنده ديفيشنسي في النيورو في النيرفس سيستم، فبالتالي هو مش حاسس بده. بيحاول برضه في بعض الميديكيشن بتتاخد، وطبعا اي
اي سبلمنتيشنز بتعمل ستيميوليشنز للموفمنت المفروض ان انا اقللها، كافيين والتباكو والالكحوليزم والميديكيشنز اللي هي بتعمل انكريز للدوبامين والبنتازودين، دي كلها بتعمل قصدي لا الحاجات اللي هي بتزود الحركة زي الكحول والتباكو والكافيين. طيب ايه الميديكيشن اللي هي بتساعد على ان الحركة دي تقل؟ زي الدوبامين، زي البنتازومين، زي الانتي كونفالشنت دوت اللي هو الأدوية اللي هي بتتاخد لما يبقى فيه تشنجات، دي بتساعد على اللي هي الريست وعدم الحركة خلال فترات النوم. ده بالنسبة لي الاكتيفيتيز او السكادول اللي انا اعمله علشان اساعد على احسن الادكوات ريست. كمان يا جماعة البروسيجرز اللي بتتاخد لي للمرضى اللي انا ادي له ميديكيشن بلاش في ساعات متاخره من الليل، يعني عشان ما صحيش الشخص دوت واعمل له انتربشنز وهو كان نايم وفي مرحله النوم مستغرق في النوم، واصحيه عشان اركب له محاليل او ادي له ميديكيشن. احاول اراعي في تقسيم الجداول الميديكيشن بتاعتي ان هي ما تكونش متاخر قوي واعمل له انتربشنز فيها. احاول ان انا اخلي فتره ال6 ساعات اللي هم متواصله كده المريض ينامهم على الاقل بدون ما احمل له انتربشنز. ده بالنسبه للمحاضره الريست اند سليب. هناخد بعض الكويتشنز اللي هي بتساعدني عشان اعرف ازاي الامتحان ممكن يجي في محاضره زي دي. اول سؤال بيقول which of the following is referring to stop air flow for 10 seconds or more during a period of sleep. Which of the following is referring to stop of air flow? Stop of air flow زي اللي احنا عارفينها ان هو توقف في الهواء. يا ترى فين؟ في الانسومنيا، هايبرسومنيا، سليب ابنيا، اور باراسومنيا. هو الاجابه الصحيحه طبعا اللي هي سليب ابنيا، ان هي ابنيا جايه من respirations يعني stop في respirations في خلال فترات النوم. بعد كده which of the following is physiologically change during sleep؟ اي من هذا بيكون physiologically change؟ physiological يعني طبيعي، تغيرات طبيعيه بتحصل during sleep. يا ترى metabolic rate increase، heart rate increase، gastric acid secretions increase، growth hormones increase. الإجابة الصحيحة هي growth hormone increase. طيب سؤال ثالث، a female client verbalized that she has been having trouble sleeping. Trouble sleeping اللي هو عنده مشاكل في النوم. And feel wide awake as soon as getting into bed. Which of the following is a nurse recognized may interventions to promote sleep؟ فيميل في المستشفى بتقول بتشتكي وبتقول ان هي عندها مشاكل تربل سليبنج، مشاكل في السليب. هي از فيل ا وايد ووك، بتحس ان هي بتصحى بدري as soon as getting into the bed، وبتقوم من السرير على طول. Which of the following is a nurse هعمل الشخص ده او الست دي انا هعمل لها ايه؟ هقول لها تعمل ايه؟ النيرسنج انترفينشن بتاعتي. ايت هيفي سناكس بيفور بيد تايمز، ان انا اخليها تاكل هيفي سناكس قبل النوم. ريد ان بيد بيفور شاتنج اوت ذا لايت. درينك كاب اوف وورم تي ويز ميلك ات ذا بيد تايم يوزنج وايت نويز دامبنج لايت اند مساج. طبعا الإجابة الصحيحة هي using white noise and dimming light in and a message. ده بالنسبة للمحاضرة بتاعتي. أتمنى إن هي تكون سهلة وبسيطة ومفهومة، وإن شاء الله أراكم بخير بإذن الله. السلام عليكم.